وينضم إلينا من فيينا دكتور يسري أبو شادي، كبير مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية سابقا. دكتور، ما تعليقك على هذا التقرير الجديد للوكالة؟ الأول أقول أن التقرير تقرير مقيد وليس للنشر، ولكن يعني التقرير نزل امبارح مساء، وللدهشة أن بعض المواقع وبالذات المواقع في الولايات المتحدة نشرت التقرير كاملا جرافيك، حتى يعني منقول نقل كامل وتحط في المواقع دي. لكن التقرير ده مقدم للبورد اللي هو مجلس المحافظين لمناقشته في خلال 10 أيام تقريبا، والتقرير بيتحدث عن بعض التطورات بالنسبة لسوريا. تقريبا هو اتكلم كرر معظم الكلام اللي اتقال قبل كده في خلال التقريرين السابقين. الجديد اللي هو اضافه هي ان في تحليل عينات اتخذت من موقع تاني. هنا الموقع التاني ده اللي عايز اقوله، ده مش موقع مجهول ولا غير معروف، ده هو مركز البحوث النووية السورية اللي هو بدار الحجار قرب دمشق، وطبيعي انه ممكن يتلاقى فيه مواد نووية او اثار مواد نووية. قالوا انه اتلاقى بارتيكلز من يورانيوم طبيعي ولكن مصنع او مان ميد، يعني مواش غير مصنع. يعني هنا يعني اريد ان اخذ رايك، يعني العلمي البحث، ما مدى مصداقيه هذه الادله بالنظرين؟ والله في اسئله كثيره تتسال قبل ما نوصل لدي. اولا البارتيكل اللي بتقول عليها اللي بيتقال يقال عليها ده، هي اولا هي بارتيكل زي ما بنقول دي جسيمات صغيره جدا، اقل من واحد على مليون من الجرام، وهي قابله للتلوث من اي مصدر، فما ياش يعني مصدر ثقه عالي قوي اذا كانت اتلاقت ولا لا. ثانيا السؤال الثاني هو اليورانيوم الطبيعي، لا انريتشد ولا اي حاجه، ايه المشكله ان يتلاقى اذا كان قبل السيف جارد؟ اذا التقرير الفني لازم يقول المواد التركيبه النوويه اللي هم لقوها دي بعد السيف جارد ولا قبل السيف جارد، لان هي بيقولوا دي ما اعلنتش في التقرير السوري عن المواد النوويه السوريه. فهنا يخش تساؤلات كثيره، ويخش بقى تساؤل ثاني ليه كتب في التقرير نتيجة التحليل ده، هي وزي ما في كذا دولة تانية برضو بيتكتب التحليل بتاعتها، اشمعنى سوريا او قبل كده كان مصر؟ يعني ده سؤال مفتوح للوكالة، وهذا هو السؤال ربما الاهم. هل تعتقد، يعني طالما ان هذه الادلة من الناحية العلمية غير معتد بها على الاقل، هل تعتقد ان هناك اعتبارات سياسية في هذا التقرير بالذات؟ والله بالقطع الاسلوب ده مفروض ان هو الوكاله تبحث، وطالما الوكاله ما بحثتش لسه باعترافها ان هي لسه من اسبوعين ولا حاجه جالها النتائج العينات ده، هي يبقى الوكاله لسه في مرحله البحث عشان تعرف اسبابه ايه. اذا كان في تقديري انا انه سابق لاوانه انه يتحط حاجه زي دي في تقرير للوكالة، لكن هم شافوا انه هو عايزين يحطوه لانه عايزين يربطوه بالموضوع الاخر وهو الاكثر اهمية، اللي هو دير الزور، المنشأة اللي دمرت هل هي كانت منشأة مفاعل نووي ام لا؟ وهنا في كلام كتير، لو في وقت انا ممكن اشرحه. يعني لدينا بعض الوقت، يعني اذا بالامكان يعني على الاقل شرح العناوين الكبرى لهذا الرابط. هو انا مش عايز اخش في تفاصيل، لكن انا من حوالي 6 أشهر قلت ان في اعداد اسباب فنيه وكلها فنيه بحته تقول ان التقرير الامريكي تقرير غير سليم فنيا، وان لا يمكن يكون المبنى السوري اللي هو القصير جدا في الحجم. انا في صوره اعتقد عندك، لو ما فيش انا يعني ممكن اوضحها كده بسرعه، اللي هي صوره بتبين المفاعل الكوري اللي على ايدك اليمين والمفاعل والمبنى السوري على ايدك الشمال، ده 50 متر والتاني 10 متر. تقرير المخابرات الامريكيه تجاهل حقيقه من اهم الحقائق، وزائد تجاهل
في تقديري الشخصي أكثر من 50 حقيقة، لو في وقت بعد كده نتكلم فيها، لكن في حقائق كثيرة جدا تقول إن استحالة هذا المبنى اللي دمر كان يكون مفاعل نووي كوري أو ممثل للمفاعل الكوري. على هذا الأساس كان مفروض من الأصل إن أنا أنظر إلى مصداقية التقرير وأناقش. هو كان محتاج إن أنا أعمل القصة الطويلة دي وإن أنا أقول بقى إن أنا لقيت يورينيوم وإن أنا كملت التقرير. الوكالة الحالي بيقول إن هو مش مصدق قوي إن إسرائيل ضربت المفاعل بقنابل فيها يورينيوم. وتقديري برضو ده كلام سابق لأوانه، انت لسه بتسأل اسرائيل عشان تديك المعلومات، انت هتعرف منين نوعية القنابل اللي فيها اليورانيوم؟ ما هو ممكن قوي اسرائيل تستعمل قنابل يورانيوم طبيعي، مش لازم يورانيوم مخضب زي ما اعتقاد البعض انه هو ما ينفعش تضرب الا باليورانيوم المخضب. لا، ممكن تضرب يورانيوم طبيعي، ما الاثنين زي بعض نفس الوزن الثقيل ونفس الكفاءة. ومش بعيد اطلاقا ان اسرائيل تكون ضربت غزة مثلا زي ما ضربت في لبنان بقنابل مماثلة. يبقى قبل ما نروح نخش ونعاتب سوريا ما بتدينيش اكسس او بتسمحليش بالتفتيش هنا لنا، طب ما اروح احقق اكتر في القنابل اللي ضربتها اسرائيل في غزة وفي لبنان، واحاول اوصل نوعيات اليورانيوم اللي ضربت بيها اسرائيل. نعم يعني نعم أشكرك. يعني طبعا ليس ممكن أن استعرض الحقائق الخمسين التي ذكرتها، المهم أنك يعني أوضحت لنا بعض مناطق الظل وبعض الغموض الذي يلف هذا الملف. أشكرك جزيل الشكر دكتور يسري أبو شادي، كبير مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية سابقا. شكرا لك.